والله الزول ده عاجبني شديد، غنبلة أقسم بالله، الزول ده غنبلة جبل. تابعوا تابعوا، ده جد واحد في الحرم وفي نص الونسه كده، قال لي انا من اهل البيت. من وين؟ والله قال لي من اهل البيت، اقسم بالله ما بكذب، ورب الكعبه الزول ده مقتنع انه من اهل البيت، من كردستان العراق، والله مقتنع، ورب ولا اله الا الله، الزول ده مقتنع بكامل قواه والعقليه وكل حواسه انه هو من اهل البيت. فقلت له يا اخي انت هو الناس اللي في ارضهم البيت ما قالوا ان احنا اهل البيت، اللي في ارضهم الموقع الجغرافي ارضهم البيت في ارضهم ما قالوا ان احنا اهل البيت، الشيوخ اللي في الدوله اللي ماسكين البيت وماسكين شؤونه كلها ما قالوا ان احنا اهل البيت، يا اخي في اسره ماسكه المفتاح البيت 1440 سنه ما قالوا ان احنا اهل البيت، يا اخي اللي انت جاي تحج في ارضهم، في ارضهم جاي تحج في ارضهم بيت الله، جاي تحج في ارضهم، ارضهم البيت ارض حقهم، البيت عندهم، اولى ناس يقولوا هم على البيت ما قاعدين يقولوا على البيت، تجي تقول لي انا من على البيت، يا اخي ما تقوم تشوف شغلتك على البيت شنو يا اخي.